حتى ولو غابت لفترة تبقى ويبقى اسم منتخب نيجيريا واحد من القوى العظمى والتقليدية في كرة القدم في القارة الأفريقية، وهي صاحبة إنجازات الحقيقة مشرفة جدا، ومنتخب دايما بيملك لاعبين من العيار الثقيل. هيكون معانا كليمنس ويسترهوف المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا، واللي ما يفتكروش واحد من اللي قادوا النصول الخضراء لتحقيق كتير من الإنجازات، فوز ببطولة أفريقيا 92 94، نسخة نيجيريا في كأس العالم المبهرة 94. هيكون معانا من خلال السادسة في من خلال فيديو كونفرنس. طبعا بشكرك على وجودك معانا وبرحب بيك على شاشة النادي الأهلي. مستر ويسترهوف، هبدأ معاك من قرعة بطولة أمم أفريقيا اللي يمكن أوقعت المنتخب المصري في مواجهة مبكرة مع المنتخب النيجيري. إزاي بتشوف حظوظ الفريقين في التأهل عن مجموعتهم وقدرتهم على المنافسة على البطولة؟ مصر لديها منتخب قوي، لديها محمد صلاح. محمد صلاح لاعب خطير جدا، لا تستطيع مراقبة لاعبين مثل محمد صلاح. محمد صلاح لاعب قوي، فمنتخب مصر لاعب منتخب قوي جدا، وبالنسبة لنيجيريا أيضا فأنا أتوقع لا أتوقع الكثير من منتخب نيجيريا الحالي. المدير الفني الحالي الألماني رور هو قادم منذ 4 سنوات، ولا أتوقع الكثير من المنتخب الحالي. من وجهة نظرك فرص الفريقين في المنافسة على لقب البطولة الأفريقية أو تحقيق لقب البطولة الأفريقية سواء مصر أو نيجيريا، وإذا كان في فرق تانية أنت بترشحها شايف أنها عندها القدرة على التتويج؟ ما أرى الآن هو لدينا منتخبات قوية. أنا وضعت في التصنيف الأول الكاميرون لتفوز، ومن بعدها نيجيريا، ومن ثم مصر، وأيضا المغرب وغانا. هذه لدينا منتخبات كتونس والجزائر، فهذه الفرق قوية جدا، وهذه الفرق الثمانية هي التي ستكمل المشوار. في الفترة اللي توليت فيها المسؤولية حققت إنجازات كبيرة جدا مع منتخب نيجيريا، يعني بفتكر تحقيق لقب بطولة أفريقيا 92 94، عروض قوية جدا، ومشاركة في كأس العالم 94، وكان عند كتير من الأفارقة في التوقيت ده إحساس بقوة وقدرة المنتخب النيجيري. إيه اللي اتغير من الوقت ده، أو إيه الفارق بين الجيل ده والجيل اللي موجود دلوقتي؟ لا أعرف الآن ماذا حدث، فأنا أتابع المنتخب من فترة لفترة، والمنتخب يخسر مباريات كثيرة ويخسر من منتخبات أضعف بكثير من نيجيريا. لو كانت نيجيريا تلعب بشكل جدي في هذه المباريات وتلتزم بالأداء الفني ولما يقول المدير الفني، بالفعل ستستطيع أن تكون في مصاف المنتخبات في نيجيريا. بمناسبة كأس العالم 94، كان عندك أمل أو طموح بالنسخة وبالنجوم اللي كانوا موجودين معاك أنك تروح لأبعد من كده؟ كنت بتلعب وعندك قناعة أنه في فريق أفريقي أو على الأقل تقدير نيجيريا من خلال تجربتك معها قادرة أنها توصل مثلا لمباراة نهائية في كأس العالم؟ حسنا، كانت القرعة كان معنا الأرجنتين في ملعب الماراكانا في البرازيل، وكان ايضا مع ايطاليا مع روبرتو باجيو، وخسرنا من هذين الفريقين ب2-1، فكان الامر صعبا، وفزنا على الجزائر ب3-0. والمباراه الثانيه لاتذكر كانت ضد اليونان والدنمارك، لكن آخر مباراة كانت ضد إيطاليا
إيطاليا مش وين. كانت إيطاليا يجب أن تفوز، كان الأمر صعبا. كان الأمر صعبا علينا. حصلنا على ركلة جزاء في آخر الدقائق. لم أرى ما حدث، لكن تم التعادل بالفعل. كان لديهم باجيو، وباجيو هو من سدد الركلة الجزاء. وإذا كان لديك لاعب كباجيو فبالفعل تستطيع أن تفوز بأفضل من هذه النتيجة أيضا. لم يحالفنا الحظ لنتأهل أبعد من ذلك. إيه اللي ينقص الفرق في قارة أفريقيا عشان تكون موجودة في منافسة حقيقية على لقب كأس العالم؟ وهل شفت في فترة من الفترات جيل معين، دولة معينة تمتلك فريق كنت شايف أنه قادر على أنه يوصل لمدى أبعد في كأس العالم، لبطولة بحجم كأس العالم؟ It's possible. Then they must make the preparation. حسنا، يجب أن تستعد جيدا لكأس العالم. الالتزام ثم الالتزام. يجب أن تتمرن بشكل قوي جدا، ويكون هناك جدية من الفرق الأفريقية. كما ذكرت بعض الفرق الأفريقية كالكاميرون وبوركينا فاسو، هذه فرق، والسنغال ونيجيريا ومصر، هذه منتخبات قوية وكانت تستطيع في وقت ما أن تصل أبعد نقطة في كأس العالم. بالمناسبة خليني أكلمك بمناسبة الإعداد ثم الالتزام، يعني إيه استعداد لبطولة كوجهة نظرك كمدير فني في استعداد لبطولة وأنت بتتولى مسؤولية منتخب؟ يعني إيه برنامج استعداد لبطولة بحجم كأس العالم؟ يجب اولا الالتزام بالاوقات، ويجب اولا الالتزام بالمواعيد. يجب ان يتمرن الفريق ثلاث فترات يوميا. يجب على اللاعبين ان يتمرنوا في الساعه السادسه لياقه، في الساعه السابعه الافطار، تمرين صباحي وتمرين بعد الظهر. يجب على اللاعبين أن يتمرنوا كثيرا، ويجب أن ينظموا بين الوجبات وبين مواعيد التمرين والالتزام بها. وبعد فترة الظهيرة تتمرن مرة أخرى. لديك ثلاث فترات تمرين في اليوم. إذا التزمت ببرنامج كهذا فلن تخسر. إذا التزمت وأعددت نفسك بدنيا وذهنيا والتزمت بأوامر المدير الفني، لكن بالحال الذي فيه نيجيريا الآن مع المدير الفني الحالي لن تصل إلى نقطة أبعد. ممكن أسألك مين الخمس فرق، في خمس فرق أفريقية هتتأهل عن قارة أفريقيا لكأس العالم، مين الخمس فرق الأقدر أو الأقوى اللي بتشوف حظوظهم أكبر في التأهل لكأس العالم من وجهة نظرك؟ معذرة السؤال مرة ثانية. السؤال عن الخمس فرق من المفترض ان هم يتأهلوا لكأس العالم عن القارة الأفريقية، مين الخمسة الأقدر أو الأقوى من وجهة نظر ويستر هوف في التأهل، في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم؟ Now. Yes. Now, yes. The last four will be Nigeria. حسنا، أعتقد نيجيريا ومصر وبوركينا فاسو والسنغال والمغرب. كان ليك تجربة أعتقد مستر ويسترهوف مع في مصر هنا مع فريق الإسماعيلي، يعني أهم ذكرياتك أو أهم انطباعاتك اللي خدتها عن الكرة المصرية أثناء التجربة دي؟ كانت فترة طيبة، وكان لدي صديق مصري
عرفني مصر بشكل جيد، وخصوصا حينما كنت مع نيجيريا وواجهت منتخب مصر. أنا تكلمت مع صديقي وبالفعل كان الأمر رائعا، فقد عرفت كثيرا عن مصر وعرفني الأوضاع كاملة في مصر في هذا الوقت، ماذا أفعل وماذا وهكذا أمور. فأعتقد كان وقتا طيبا لي في مصر. كليمنز ويسترهوف المدير الفني طبعا السابق لمنتخب نيجيريا، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. الحقيقة متفائل، الراجل متفائل بتأهل منتخب مصر، وده شيء الحقيقة نشكره عليه، واحنا كمان متفائلين على فكرة. يعني إذا كنت بتسأل ممكن نتأهل كأس العالم؟ أكيد ممكن. هو السؤال اللي لازم يتسأل إزاي، وده السؤال الصعب للأسف، أعتقد إن مفيش حد بيملك إجابة عليه. في ناس بتجتهد، في ناس بتسعى، في ناس بتحقق أهمها الأول إنها تعمل التوازنات أو تمتص غضب الجمهور، لكن هل فعلا حد ممكن يقول لنا أو يجاوب علينا خطتنا إيه إن احنا نوصل كأس العالم؟ أشك. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة ثانية في السادسة.